قضية أنت عندك ترفض انتخابات هذا الرجل عنده حق يترشح، أنت ترفض أن بوتفليقة يرجع عودة خامسة، عندك وسيلة واحدة فقط أنك تمشي الانتخابات للصندوق وترفض. ترفض وخايف من التصوير اذهب بقوة وروح ورفضوه بقوة، لكن تقعد في بيتك وتخرج دراري وتقول لهم اضربوا الشارع لأنك تدير انقلاب على البلاد، هذه تهدد النظام العام. نقدر نلغوا الانتخابات. أنا نقولها لك، أنا كل أستاذ أنا تربيت في مدرسة نتاع ويحيى، أنا الآن لو كان تنقلب البلاد سأترك الإيرندي، البلاد هي الأولى. من كان يظن أن تكون هذه الكلمات آخر ما يقوله النائب البرلماني محمد باب علي في بداية شهر فبراير الماضي، فالرجل قبل شهر من وفاته وكأنه تنبأ بما يحدث هذه الأيام، وكأنه أيضا يوصينا بالوطن خيرا. في هذا المكان على مستوى طريق أفرغ عين مقل انحرفت السيارة التي كانت تقل النائب البرلماني باب علي، تعرض على إثر الحادث لكسور على مستوى الرجل وخسر كميات من الدم. محمد باب علي اختار أن يعالج في مستشفى ولايته وأن يشرف على علاجه طاقم طبي جزائري. صوت الجنوب لم يغير الصحراء يوماً حتى في مرضه. نوجه تحية الطاقم الطبي اللي وقف معايا بشدة، 4 أطباء اللي وقفوا بشراسة ليطمن على مواطن على صحتنا، وهذا ما نقولش بدليل أني قعدت في طامرس نقولها رسالة. إحنا السياسة داخل أعضامنا، أنا حبيت نداوي وين يداوه لي، أنا داويت في طامرس والعطب كان كبير ولكن الله كان أكبر. صاحب المواقف ورجل المبادئ، يذكر الجزائريون كيف وقف مع أبناء جلدته بعين صالح. أن أهل عين صالح سبقوا العالم أنها مستوى عالي من الثقافة. ولا نقولها لكم ما نشك من الناس اللي تقول باللي عين صالح ما عندهاش نايف. كان صوت المهمشين تحت قبة زيغود يوسف، صوت الصحراء المتجسد في الرجل الأزرق. البنزين يهربوه الناس، واش يخدم؟ راه ما استنى لما تجي لستر انت لازم نقول وقايع، لما تجي لستر انت على سونس ماهوش تهريب، كل واحد فيهم عنده 100 لتر يجيب بها خبز لولاده، هذا ما نسمهمش مهربين. المهربين راه ما هنا، اللي راه يفوت الكونتونير انت دي مليار دي مليار. في عز مرضه لم ينسى محمد باب علي وصيته لكل السياسيين. نواب زملائي فكنت في التجمع بجبهة التحرير، جمع التاج، أولمبيا وحمص، أصدقائي في الفيس وفي كل الحركات السياسية، اللي باغي نقوله مليح أن دور الإنسان في الحياة ما يعرفه إلا لما تعصب عليه العملية أو يجيه مصاب هو خير. نوجه دعوتنا إلى ناسنا في تمرست، قروا ولادنا وعلى هجم المجتمع المدني والنخبة نتاعنا تشوف دائما السلبيات. عندنا نخبة شبانية كبيرة، ومن هنا نوجه التحية للخلية الخفية نتاعي ولادي، منتصف التجمع اللي تربيت عليها 20 سنة، نقول لهم رسالة هنا، اللي باع يبيع واللي يشري يشري، صح اللي يتعلم يكسب. يغادرنا محمد باب علي، يغادرنا جسده، وتبقى روحه الطاهرة مثالا لكل البرلمانيين. وطنكم أولا وقبل كل شيء. نتمنى الشفاء للمواطنين اللي خليتهم في المستشفى المرضى، ونتمنى نتلاقوا في الخير مع شعبنا وفي خدمة بلادنا. نبقى ونقولها لأول مرة، أنا نايب باسم الزوالية، ماني ملياردير، ماني طابو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.